وعلى اساس هذه احتياجات نشوف شو في عندنا الامكانيات. على التشغيل. واحنا اليوم والشباب بحكوا اكتشفوا انهم بيشتغلوا مع بعض مع مبادرات ثانيه شبكوا من خلال منصه نحن، فاحنا فخورين بهاي الشراكه بصراحه اللي بتصير بين الشباب تحت مظله منصه نحن. في مبادرات صار لها سنين عمل، في مبادرات صار لها فتره صغيره، وفي شباب بفكروا ينشروا مبادره. لكن احنا لازلنا بامكان احباط شيء، لازلنا انه احنا مهما كانت اهدافنا قليله احنا لازلنا الاحسن. شكرا شكرا لكم، وان شاء الله دائما بنشوفكم هيك ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا.